السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الشتيمة في المنام بظفر الشخص المشتوم بالشتائم إذا كان المشتوم مظلوما، والشتيمة في الحلم تكون ذلة للمشتوم وعز للشخص الشاتم، إلا بشرط ألا يشتم الشخص صغير القدر شخصا آخر رفيع القدر. فيما رؤية الشجار والسب في المنام فتدل على الظفر الراعي بعدوه إذا كان على حق، أما سماع الشتيمة في المنام فيدل على النصر والفرح إن كان الراعي هو الذي على حق. فيما رؤية شخص تعرفه يشتمك في المنام فتدل على النجاة من أمر سيء يريده بك، أما رؤية شتم شخص في المنام تدل على العداوات والخصومات، ومن رأى أنه يشتم شخصا مجهولا في العلم فهذا يدل على أحداث الضرر والأذى من الآخرين. فيما رؤية سب الأم في المنام فتدل على سوء في الأخلاق والدين، ومن سمع شخصا يشتم له أمه في الحلم فهذا يدل على سماع الكلام المشكك بمزاجه. فيما سب الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فيدل على الابتعاد عن الدين وارتكاب الآثام العظيمة، أما تلفظ بألفاظ بذيئة في المنام فيدل على سوء الأقوال والأفعال في حياة الراعي. فيما رؤية الشتيمة في المنام للرجل فتدل على الانتصار على العدو بإذن الله. فيما رؤية الشتيمة في المنام لفتاة العزباء فيدل على قوتها وظفرها بمن يريد بها شرا في حياتها، أما الشتيمة في المنام للمتزوجة فتدل على زوال ما يبعدها وينكد عيشتها، وإذا رأت أن شخصا تعرفه يشتمها في الحلم فهذا يدل على معرفته وانكشاف ما يضمر له لها من شر، أما رؤية الشتيمة في المنام للحامل فيدل على نجاتها من المتاعب في الحمل. فيما رؤية الشتيمة في المنام المطلقة فيدل على تخلصها ممن يظلمها. والله هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.